محافظة الوادي الجديد استقبلت قافلة جسور الخير 18 واللي بتنظمها جامعة المنصورة. القافلة دي بتعمل إيه؟ القافلة دي بتتضمن خدمات توقيع الكشف الطبي على كل الأهالي في كل التخصصات الطبية، وكمان أيضا بتصرف الأدوية مجانا. دي هي مصطفى، مش بس كده، كمان القافلة بتهتم بفكرة الكشف الطبي بجانب إنها بتقوم بتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه القافلة من دكتور شريف خاط، رئيس جامعة المنصورة اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك جميعا، الأستاذة جمانة والأستاذ مصطفى وجميع الشعب المصري. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتورنا، يعني وضح لنا التخصصات اللي اشتملت عليها هذه القافله، بتعملوا ايه تحديدا وبتخدموا قطاع ايه بالظبط؟ هو طبعا ده بيكون برنامج بيتم الاتفاق عليه من بدايه العام الجامعي مع المجلس الاعلى للجامعات، وكان من ضمن البرنامج ان في قافله تطلع لقريه الخارجه بمحافظه الوادي الجديد، والحمد لله اتحركت يوم السبت، والقافله بتتضمن كل التخصصات الطبيه، بطنه، اطفال، رمض، اسنان، النساء وولاده، يعني كل، وعظام، اوعيه دمويه، كل التخصصات، وتشمل 32 طبيب وطبيبه وصيدلي وطبيب اسنان وجهاز اداري معاون لهم. الحمد لله بنغطي كل الكشوف الطبيه، وصرف الادويه بيكون مجانا من جامعه المنصوره، وده بيكون بدعم او بتعاون مع بعض الشركات. طيب دكتور شريف، يعني زي ما حضرتك بتتكلم عن فكره صرف الادويه، صرف الادويه، هل الادويه بتكون مع، يعني موجوده في مع القافله متوفره على اساس ايه؟ بتكون موجوده يعني على اساس ايه؟ هل بيبقى مثلا حد بيبقى في دراسه مثلا المكان اللي انتم متوجهين اليه، تعرفين ايه اكتر الامراض اللي ممكن تكون موجوده، على اساس ايه بتوفروا هذه الادويه يا فندم؟ طبعا بيكون في تنسيق مسبق على مدار الاسبوعين السابقين ما بين القافله، منسق القافله، وما بين المحافظه. الحقيقه معالي المحافظ الوادي الجديد بيمدنا بكل المعلومات، والقطاع الطبي بيمدينا بالمعلومات اللي هناك، وايه الحالات اللي موجوده، وايه الناس المتوقع ان هي تيجي، والامراض اللي ممكن يتعرضوا لها، وبيعملوا احتياطاتهم في كل الامور يعني. وفي حاله ان حصل نقص؟ تم تغطيته من هناك، يعني القافله بيبقى عندها احتياط كافي، ما فيش حتى هذه اللحظه دي القافله رقم 18 ما حدثش ان هم عندهم نقص في الادويه، لانهم بيبقوا واخدين كميه تكفي الحالات اللي موجوده هناك. طب عايزين يعني ناخد كده نظره عامه على محافظه الوادي الجديد. دي القافلة رقم 18 لمحافظة حدودية، بتعتبر أكبر محافظة في جمهورية مصر العربية من حيث المساحة، هل ليها يعني اتساعها الصحراوي ده، هل ليها أمراض معينة بيتم التعامل معها؟ هل الصحراء بتعمل حاجة معينة؟ هل حضرتك بتستعد بأشياء معينة وانت رايح هذه القافلة؟ هم أكتر حاجات بيكونوا فيها عليها قبول وعليها استعداد هي الأمراض البطنة، الرمض، الأطفال، دي اكتر تخصصات بيكون عليها قبول وبيكون فيها بعض المشاكل يعني. فالحقيقه طبعا الحالات العمليه اللي ممكن بتجرى هناك العمليات البسيطه، ولو في عمليات خطيره بتحتاج تدخل جراحي على مستوى اعلى بيتم تحويلها على جامعه المنصوره. طيب دكتور شريف، يعني بيتم تحويلها على جامعه المنصوره، بالنسبه برضو العمليات كمان مجانا يا فندم؟ كله ما فيش. طيب. مواطن بيدفع اي حاجه، ودي توجيهات رئاسيه ان احنا كجامعه بيكون لنا دور في خدمه المجتمع، وبنرفع عن كاهل المواطن اي تكلفه ماديه، يعني دي بناء على توجيهات وزاره التعليم العالي ورئاسه الجمهوريه. هايل يا فندم، بس يعني لو هيحتاج عمليه فهيتم نقله لجامعه المنصوره، ده برضو يعني هل بيبقى في مرافق مع المريض، فكره سفر المريض واقامه المريض؟ هو الاوراق بتاعته بتوصل في نفس اليوم الجامعه، بيتم اعداد له ملف. في الحاله دي المحافظه بتتكفل وبتتعاون في نقل المريض لنا في جامعه المنصوره، واحنا بنتولاه داخل جامعه المنصوره من الف الى الياء. ايوه. طب التنسيق المعلوماتي مع حياه كريمه بتقول لكم ايه وتقول تعرفكم ايه؟ بتدخلكم القرى معينه، بتقول لكم ان القريه دي محتاجه اكتر، باعتبارها يعني دلوقتي هي الداتابيز او هي صندوق بيانات الجمهوريه الجديده؟
طبعا بالنسبه لحكاية اي حاتب بيبذلوا مجهود غير عادي في هذا الملف، بيقولوا لنا احنا عندنا مثلا في المحافظه فيها كم مركز، فيها كم قريه، ايه القريه الاكثر احتياجا، ايه القريه اللي ممكن امكانياتها لا تسمح ان هي توفر لها الخدمه الطبيه، والشرائح الطبيه اللي موجوده اللي احنا بناء عليها بنبني عليها التخصصات بتاعه القافله. طيب طيب دكتور شريف، حضرتك تحدثت واحنا بنتكلم عن فكره اجراء العمليات، حضرتك ذكرت ان في اوراق بتكون مطلوبه من المريض، مظبوط يا فندم؟ تمام يا فندم. ايه الاوراق دي؟ يعني مثلا انا لازم اعرف بياناته الشخصيه، اخر تقرير طبي عنده، لو عنده اشعه عنده تحاليل، انما بيتعدي الاشعه والتحاليل عند جامعه المنصوره بحيث اقف على الحاله المرضيه له. وعندنا اكثر من 250 حاله في الاربع سنوات اللي فاتوا عمليات اجريت على مستوى عالي، بالاضافه لان القافله غطت حتى الان يعني بتاريخ النهارده ما يقرب من 52,000 مواطن من 2018 حتى الان. ايوه. فالحمد لله يعني بيتم تغطيه شامله لكل يعني الامور اللي بيتعرضوا لها، ما بنسيبش حاجه لما نكون الحمد لله على تواصل معاها حتى تمثل الى الشفاء، سواء داخل القريه او اللي جاي للمنصوره. تمام. هل كل اللي في الحمله من جامعه المنصوره ولا في متعاونين من الخارج سواء من الاطباء او المنظمين؟ لا، هو كله جامعه المنصوره من اطباء او جهاز اداري او هيئه معاونه، وفي الحقيقه يعني بودعهم يوم السفر وبستقبلهم يوم العوده، ويعني بنشكرهم، هو بيشتغلوا بدون مقابل يعني متطوعين. ايوه. طيب دكتور، يعني حضرتك تحدثت انه هذه القافله هي ليست الاولى من نوعها في الوادي الجديد، ويمكن حضرتك كمان ذكرت عدد المواطنين اللي استفادوا من هذه القافله، لكن بشكل عام يا فندم هل لاحظت انه في تحسن في الوضع الصحي بشكل عام في المحافظه، طبعا بما ان احنا بنتكلم عن هذه القافله اللي بتكون موجوده بشكل دوري؟ طبعا احنا عندنا مثلا من فتره كان في قافله راحت الشهر من في شهر 2 في اول شهر 2 لمدينه القصير. الحقيقه بيتعمل دراسه عن الوضع وبيتعمل تقرير وبيتم متابعته بحيث بنشوف مدى الاستجابه ومدى الانتظام في العمليات الطبيه، وفي نفس الوقت القافله بترفع من الكفاءه الطبيه في المستشفيات او الوحدات الصحيه اللي موجوده. بينشأ علاقة تبادلية ما بيننا وما بينهم، افترض احتاجوا أي دعم فيما بعد احنا بنمدهم بكل الدعم، لأن بيبقى في تواصل دائم ما بيننا وبين القرية اللي رحناها. هايل يا فندم. ونشكرك يا دكتور شريف، دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، كل الشكر والتوفيق ليك وللفريق الطبي في محافظة الوادي الجديد، مهمة ثقيلة ربنا يعينكم عليها يا رب. اللهم آمين. طيب.